تلاصيلة، ينطلق شوطنا الرابع ويعتبر أيضا الشوط الأول القعدان في مهجنات لاسايل. على البركة نسير هناك أيضا مع هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ هناك أيضا والفطاحلة من المضمرين الباحثين أيضا عن ناموس هذا الشوط. أسير أيضا مع البداية هلولة، على الصدارة هلولة، مع المقدمة والمركز الأول. هناك أيضا شاهين يتواجد على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات، أيضا لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي والمضمر سيف بن سالم العامري، ينتقل مباشرة مع المركز الثاني. الوصول والتقدم من نجدة لشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، أيضا مضمرا ومتابعا لهذا الشعار، انتقل مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات. شاهين، وصل شاهين وتقدم لشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التدريب. المركز الرابع في هذه اللحظات، وصل شاهين لهجن الرئاسة، أيضا الوصول من المستحيل في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل الزعيم في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيام محفوظ بن خميس آلي نيبي من يتابع انطلاقة الزعيم. المركز السادس هملول لهجن الرئاسة بقيادة الظافر، بينما الوصول في هذه اللحظات، الوصول من المركز التاسع أيضا من طافر لسمو الشيخ محمد بن مرمى مكتوم المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، واللي خذ المركز التاسع هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو سمران، يتقدم سمران، يتقدم بهذه الشعارات، ويتقدم هناك أيضا بلا صالة والسلالات القنية دائما عن التعريف لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المضمر الصادق فضل الأمين. بينما المركز العاشر وصول وتقدم هنا في هذه اللحظات انطلاقة شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة، بمضمرين هناك أيضا يتابعون هذه الانطلاقات. أعود إلى البداية الأولى، الصدارة والمقدمة، شاهين شاهين، ما زال شعار هجن الرئاسة يتواجد هناك أيضا على البداية الأولى، هناك أيضا بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا سلام، المركز الثاني، وصل نجد في هذه اللحظات، نجد هناك أيضا وهذا الشعار الغالي دائما على قلوبنا. على المركز الثاني شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع هنا مضمر الشرق الأوسط. بينما المركز الثالث شاهين هناك أيضا وصل لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل، يتواجد على المركز الثالث. شاهين تدخل في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي المضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري. الله يا هذه الأسماء، تدخلت الشعارات في هذه اللحظات. بينما الوصول هناك أيضا من الزعيم هنا، وصل الزعيم هنا ليتزعم في هذا الشوط لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وهناك المضمر أيضا الزعيم محفوظ بن خميس آل نيبي يتواجد هنا، الشعار العيناوي. بينما شاهين تدخل لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا. الله الله الله، وصل هناك أيضا وتقدم سمران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المضمر الصادق فضل الأمين. يلا يا الصادق. بينما عود إلى البداية الأولى، صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط، المركز الأول شاهين. هناك أيضا شعار هجن الرئاسة من يسيطر على المركز الأول والمركز الثاني والثالث، ولكن بقيادة هناك أيضا الله بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أشكرك يا أبو سعيد، أشكرك يا أبو سعيد هنا على هذه القيادة المميزة هنا على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. هذا هو شاهين على الصدارة، المركز الثاني شاهين آخر لهجن الرئاسة، ولكن مع المستحيل المركز الثالث. وصول شاهين لهجن الرئاسة أيضا بقيادة المجازف، ووصل هناك ظافر،
ظافرا ظافر ظافر المضمرين يختلفون الفطاحلة، ولكن شاهين دخلنا في هذا الكيلو، بدينا في الهبوط التدريجي نحو خط النهاية، بدينا في جولة الأوامر، النهاية هنا. الله الله الله، هذا هو شاهين، هذا هو شاهين على البداية الأولى على الصدارة والمقدمة. هناك أيضا يبشر العشاق لهذا الشعار، يبشر الجمهور والحاضرين هنا والقادمين من كل حتم وصوب للمشاركة هنا. الله والإنجازات في هذا الموسم بقيادة شاهين هنا لهجن الرئاسة. وهناك أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذا هو بن زيتون، هذا هو أبو سعيد، يتواجد على البداية، ولكن شاهين على المركز الثاني لهجن الرئاسة. هناك أيضا مع المستحيل على المركز الثاني. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، شو اللي تسويه يا بن زيتون مع البداية الأولى؟ بدأ الانفراد، بدأت الانفراد هنا، بدأت السرعة تزداد. سلام للمؤسسة العملاقة، سلام 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 لهجن الرئاسة وعشاقها. سوبر هاتريك بالفعل في يوم الأمس هناك أيضا، وفي هذا اليوم سلام هناك أيضا. ومشكور يا أبو سعيد، مشكور مشكور هناك أيضا على تقديم شاهين على المركز الأول المركز الثاني، فإن كان يدل على شيء فيدل على اختطاف الناموس. المركز الثالث هناك أيضا شاهين لهجن الرئاسة، والمركز الرابع هناك أيضا الوصول والتقدم من سمران لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف آل نهيان، والمركز الخامس أيضا حملول لهجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس أيضا لهجن الرئاسة وللمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 7:58، جزءا يتيما من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة والمضمر أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتوقيت الزمني مقداره أيضا. ايضا اعزائي المشاهدين لحظات الوصول والاندفاع نحو خط النهايه 7:59، اربع اجزاء من الثانيه، بينما الملي اخذ المركز الثالث. هناك ايضا شاهين لهجن الرئاسه بقياده المستحيل مع المركز الثالث بالتوقيت الزمني مقدار 8 ثانية، جزئين من الثانيه، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحفل الكريم أينما كنتم لكم التحية، تتواصل من عاصمة الميادين على الهواء مباشرة عبر قناة